لا 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 والله سؤال ايوه اتفضلي يا حاجه سعاديه، ايوه يا دكتوره، ليا اتفضلي يا سؤالين حبيبتي. معلش حضرتك. كنت بصرف العيش من الطابونه، فانا نفر واحد كانوا بيديني 5 انفار، فرحت قلت لهم الكلام ده، قالوا هتتصلح البطايق مره واثنين وثلاثه، واخر مره رحت لبتوع التموين قالوا لي هتتصلح برضو تاني وما صلحهاش. فانا كنت باخد الفلوس دي، سالت على الفرق 5 انفار، 5 رغفه للنفر في اليوم، فحسبتها كده وبقيت اطلعها. اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ عزيزتي طبعا ده صح انك انت ما قبلتيش مال حرام طيب طالما انت دلوقتي يا نصيبك. دكتورة، انا سألت بتاع الطابونة بيقول لك احنا بنجيب الرغيف ب5 صاغ، بتاع التموين ما احنا بناخد بقى الفرق بتاع العيش بنجيب بيه تموين، بيقول لي احنا بنحاسب عليه ب10 صاغ، فانا حاسب العيش ده على 10 ولا على 5؟ لا والله اللي حواليكي بياخدوه بكام؟ عشان نعم المفروض ان في رقابة بتمر من وزارة التموين عشان تراقب الاسعار، لو انت قدرتي توصلي لحد منهم لازم تعرفيه هذا، لو ما قدرتيش يا بنتي نخفف من السؤال التاني حضرتك، يعني انا ليا اولاد، في اولاد لما بيحتاجوا حاجه وانا معايا قرش بديهم اساعدهم بيهم، وبيديهم لي تاني عشان في موضوع كده محتاجه فيه القرش ده، وهم عارفينه ان احنا نعمل لهم بيه مصلحه كلهم. يعني الواد التاني ده يا دكتوره يعني تصرفاته غلط شويه، فانا يعني حاولت برضه اديله، قلت عشان مبقاش حرام عليا ايوه كويس اديله، عشان ما صرف ينحرفش. الفلوس نصها يا دكتوره ورجع لي الباقي لما خاف لما تخلص كلها، لان انا قلت له لو ما دفعتش مش هديك تاني، فهو رجع لي الفلوس نصها والباقي ضيعه. فانا يعني اعمل ايه في الواد ده؟ ويبقى حرام عليا ان انا بدي هو لاخواته دلوقتي ولا انت هيبقى كنت بتديله عشان بتدي لاخوه مش كده؟ كان من نوع زي من المساواه يعني. لا برافو عليك ده ما شاء الله، يعني نوع من المساواة، مساواة في الهبة عشان خاطر ربنا سبحانه وتعالى ما يسألكيش، وعشان هما ما يكرهوش بعض كويس. فواحد بيديكي فلوس عشان تحوشيها له صح كده برضك، والتاني بتديله زي الاولاني عشان ايه يعني تخفف عنه. فهل يجوز انك انت تدي للتاني؟ نعم يجوز. هل يجوز انك انت تأخذي من الثاني كما تأخذين من الاول؟ نعم يجوز. وربنا يبارك فيك يا حاجة سعدية.